بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع حصة جديدة من حصص الفيزياء للصف الثاني الثانوي، ومع درس جديد من دروس منهج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، ومعانا النهاردة الموجات الميكانيكية. لو بصينا على الصورة دي، الناس اللي معاها كتاب المدرسة وتقدر تشوف نفس الصورة دي تتابع معانا. لو بصينا للصورة دي، عبارة عن ثقل ام معلق في ملف زنبرجي زي ما احنا شايفين. الملف الزنبرجي ده بمجرد ما نعلق فيه الثقل هيبدأ يهتز على جانبي موضع سكونه لأعلى ولأسفل. لو جبنا الكتلة ديت وثبتناها في الملف الزنبرجي، بس ملاحظين بقى في حاجة، انه في حبل، الحبل اللي احنا عاملينه باللون الأحمر المنقط ده حبل، الحبل ده افقي. طيب انت دلوقتي الكتله دي هتهتز راسيا لا اعلى ولا اسفل، هيحصل ايه للحبل الطويل اللي طرفه الثاني متثبت في حائط راسي؟ اول ما هيتهز او تهز الكتله دي لا اعلى ولا اسفل، كل اهتزازه هيعملها هتنتقل على طول الحبل، وهيحصل لكل جزيء من جزيئات الحبل انها تتحرك لاعلى ولا اسفل على جانبي موضع سكونها، لأن الطاقة الميكانيكية اللي حصلت دي هتنتقل على طول الحبل، وهنشوف الموجة المستعرضة اللي أنت شايفها. يبقى نأتي بكتلة ام مثبتة في زنبرك رأسي مثبت في بها طرف حبل طويل أفقي مشدود ومثبت طرفه البعيد في حائط رأسي. عندما تقوم الكتلة ام بعمل حركة توافقية بسيطة في الاتجاه الرأسي، يقوم تبعا لذلك طرف الحبل المثبت بها بنفس الحركة. يعني اقدر اقول ان اي طاقة ميكانيكية، اي شغل يعني هيحصل بالنسبة للكتلة هينتقل ايضا، او هتنتقل هذه الطاقة على طول الحبل، مسببة تذبذب الاجزاء التي تلي هذا الجزء من الحبل بصورة متتابعة جزء يلي الآخر، وهكذا تنتقل الحركة على طول الحبل على هيئة موجة في اتجاه أفقي، طبعا لها سرعة في زي ما احنا شايفين، بينما تتحرك أجزاء الحبل حركة أفقية بسيطة في اتجاه رأسي، دي اسمها الموجة المستعرضة. يعني عايز توصل لنا فكرة ايه؟ أنا عايز أوصل اللي قلناه الحصة اللي فاتت، من إن عند إلقاء حجر أو حصى في بركة ماء بتهتز جزيئات الماء لأعلى ولأسفل دون أن تنتقل من مكانها يمينا أو يسارا. كذلك فإن أنا من يعني لو حتى معلش يعني أنت عايز تعمل التجربة دي في البيت عادي تقدر تعملها. هات حبل طويل، يعني كل ما يكون الحبل أطول 3 4 5 6 متر كده يكون أفضل، وثبته في طرف الباب أو في أكرة الباب، وابدأ هز الأعلى والأسفل، مقبض الباب وامسك الطرف الثاني وهز الأعلى والأسفل. إيدك أنت بتتهز لفوق ولتحت. طب والحبل أيضا أجزاؤه تهتز لأعلى والأسفل مكونة الموجة المستعرضة اللي أنت بتشوفها. لو واحد بيراقبك، أنت بادئ الموجة من إيدك والموجة بتمشي في اتجاه أفقي، ده اتجاه انتشار الموجة بسرعة فيه. طيب يعني اتجاه حركة كل جزء من أجزاء الحبل هيكون لأعلى ولا أسفل؟ آه. طب واتجاه الانتشار زي ما انت شايف في خط راسي عمود اهوت، يبقى الاتنين متعامدين على بعض زي ما وضحنا الحصه اللي فاتت، وبالتالي دي اسمها موجه مستعرضه. ايه قصه الماس والفي والموجه بايه؟ طبعا دي الامبليتيود وبالبوزيتيف لاعلى، والامبليتيود والنيجاتيف لاسفل، على اساس انه بيهتز عند الاوريجن بوينت حول يعني موضع او نقطه الاصل بتاعته، اللي هي موضع السكون الاصلي، على جانبي موضع سكونه لاعلى ولاسفل. طيب لاعلى ولاسفل، يبقى كل جزء من اجزاء الحبل ايضا هيهتز لاعلى ولاسفل، يعني على جانبي موضع ايه؟ سكون. تعالى كده نمثل الحاجه اللي حصلت ديت بيانيا. بص بقى، المسافه اللي بتقطعها الموجه اكس،
انا عايز يعني اوصف لكم حاجه بحيث ان انتوا تكونوا متقنين جدا جدا لها. دلوقتي انا لو جبت حجر او حصاه ورميته في بركه ميه او في الترعه، ترعه ميه صغيره كده، اللي عنده في البيت ما عندوش الترعه والحاجات ديت، خلينا نبص على طبق ميه وجبنا حجر او حصايه صغيره كده ورميناها في الطبق. انت بتشوف الدوائر اللي بتتكون ليه على شكل موجه دي بتتوسع، يعني انت بتشوفها كده وكأن بداية الموجة من وسط الطبق من مطرح مكان ما حطيت الموجة، وبدأت تتوسع 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 لغاية ما وصلت إلى حواف الطبق أو حواف الترعة لو أنت رمت، لو رميت الطبق في الحجر ده في الترعة. طيب تقدر تعمل لي اتجاه الحركة، اتجاه حركة اتجاه انتشار الموجة؟ اه، نقطة البداية من مكان الحجر ما سقط أو وقع وارتطم بالمية، وبعدين يتحرك بقى يمينا ويسارا، يتحرك باتجاه انتشار. لكن لو جبت قطع في اللين ورميتها في الطبق، قطع في اللين طافية يعني، أو في الترعة أو في أي مكان، هتلاقي إن قطع في اللين تهتز لأعلى والأسفل دون أن تنتقل من مكانها. حتة خشبة وارميها على سطح المية وشوف بعد ما ترمي الحجر، هتلاقي الخشبه دي بتهز لاعلى ولا ايه؟ ولا اسفل دون ان تنتقل من مكانها. لو جينا نمثل الحكايه ديت بيانيا بقى، بص بقى، في الازاحه في اتجاه المحور واي اللي هي ازاحه راسيه، ودي تمثل يعني حركه الجزيئات على جانبي موضع سكونها، لاعلى ولا ايه؟ ولا اسفل. طيب الازاحه اللي لاعلى ولا اسفل ديت زي ما انت شايف لها جزء اللي هو الاقصى خالص اللي هو عند القمه او عند القاع، وده يمثل زي ما احنا عارفين الامبليتيود او سعه الموجه، سعه الموجه. طبعا كل ما كانت الموجه اللي عندي شديده كل ما كانت الامبليتيود كبيره. يعني لو احنا جبنا طبلتين مثلا ونقرع، يعني ندق على الطبله كده، نقرع احدهما بخفه والاخرى بقوه، مين اللي هيديني صوت ذو شده اعلى؟ يعني عنده علو في الصوت. طبعا اللي انت قرعتها بشده، ليه؟ علشان السعه بتاعتها اكبر. في علاقه اصلا ما بين الشده والسعه، علاقه تناسب طردي مع مربع السعه، يعني لو السعه زادت للضعف شده الموجه بتزداد لاربع امثال، ودي علاقة مش علينا. لكن العلاقة اللي ان يعني ان الشدة تتوقف على السعة لازم الطالب يكون عارفها حتى من الواقع. يعني انت عندك مثلا وتر بتهزه، الوتر ده لو هزيته بخفة يديك صوت، لو هزيته بقوة يديك صوت شدته أعلى. فعلو الصوت وعلو شدة الموجة كذلك في المحيطات والأشياء دي. هل الموجة اللي هتبقى السعة بتاعتها أعلى زي الأمواج الكبيرة اللي بتحصل في البحار والمحيطات هتبقى القوة والشدة بتاعتها وقوة تأثيرها على الشواطئ زي الموجات اللي هي الرقراقة الخفيفة القليلة دي؟ لا طبعا. يبقى كلما زادت سعة الموجة كلما كانت الموجة أكثر شدة. طيب انا ملاحظ برضو ان انت عامل لي واي واخد خط كده جنب الازاحه الرأسيه. اه، في ازاحه عاديه مش شرط انها توصل للامبليتيود اللي هو سعه الموجه، في دي كلها ازاحات. طب امال ايه الموجه اللي انت عامل لي لامدا، الخط اللي انت عامله الحرف اليوناني ده؟ ده اسمه الطول الموجه والمصدوب الحرف لامدا، او المسافه بين قمتين او المسافه بين نقطتين اللي هو نفس الطول. وده هيكون محور كلامنا الحصه الجايه كامله عشان هناخد فيه بعض الاشياء اللي محتاجين نركز عليها. دي علاقه بين الواي والاكس، وخلي بالك عشان جه منها اسئله الحصه السنه اللي فاتت وكانت اسئله في غايه الاهميه ولازم نراعيها كويس جدا جدا جدا. فخلي بالك معايا، في ازاحه راسيه وفي ازاحه افقيه. الازاحه الافقيه اللي هي المسافه اللي بتقطعها الموجه، المسافة اللي بتقطعها الموجة عبارة عن عدد من الأطوال الموجية، وهنوضحها بالتفصيل الحصة الجاية. إنما الإزاحة الرأسية تمثل أقصى إزاحة فيها سعة الموجة، وخلي بالك من الإزاحة الرأسية والمسافة الأفقية عشان لهم كلام كبير الحصة القادمة.
مثال اخر لتوليد موجه مستعرضه، نستخدم حبل زي ما اتفقنا كده مثبت احد طرفيه وهو الطرف البعيد بحائط راسي زي الشكل اللي احنا شايفينه ده بالصوره كده، طرفه الاخر مشدود بيدك زي ما اتفقنا. ممكن تعمل الحركه دي بسهوله جدا في البيت او في اي مكان. وعند تحريك يدك راسيا لاعلى والاسفل على شكل نبضه هتلاحظ انتشار موجة على شكل نبضة تنتشر على طول الحبل، وتسمى هذه الموجة الترافلينج ويف اللي هي الموجة المرتحلة أو المسافرة، طالما كان مصدر الاهتزاز يهتز أي أنها لا تضمحل، يعني ما بتلحظش. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ تعالوا كده نفكر في إيه قصة النبضة، وهي يعني حاجة لازم نعرفها ونعرف ايه هي الموجة المرتحلة علشان خاطر الامور تبقى واضحة معانا والكلام ده يبقى واضح. يعني طبعا حضراتكم بتشوفوا الناس حتى اللي ما شافتهاش في الحقيقة حركة الدودة، ناس شافتها مثلا في افلام الكرتون، تبص تلاقي لو في دودة ماشية بتلم كده وتفرد، تلم كده وتفرد الحبل ده. لو انا رحت جاي هزه مره واحده كده وسايبه، ايه اللي بيحصل؟ وخاصه ان مش هينفع يعمل قاع بقى، ففي قمه حصلت اهي ومشيت على طول الحبل، تمام؟ هترتطم بالحبل بنهايه الحبل وهتنعكس في الاتجاه المضاد. طيب دلوقتي انت هتحرك ايدك هتحصل النبضه اللي حصلت دي وهتنتشر على طول الحبل. النبضة لو تكررت يبقى خلي بالك بقى اللي حصل قدامي ديت نبضة. طب الموجة اللي حصلت ديت أسميها إيه؟ أسميها موجة مستعرضة ولا أسميها موجة طولية ولا أسميها إيه؟ الموجة اللي شكل اللي قدامك ده اسمها موجة مرتحلة، وهنفصلها دلوقتي بالتفصيل. بس أنت بص على الشكل ده وبص على الموجات، اصله احنا عندنا في موجات بتمشي في اتجاه واحد وفي موجات بتروح وبتنعكس، اسمها الموجات الموقوفه او الموجات الساكنه. فبس نشوف الحبل ده والموجه اللي راحت دي في الاتجاه ده اهو، وندرسها بالتفصيل دلوقتي. النبضه يقصد بها اضطراب فردي لا يتكرر زي القمه او زي القاع. تتحرك النبضات من اليسار الى اليمين على طول السلك، بينما لا نلاحظ ان جزيئات السلك تتحرك لاعلى ولاسفل في اتجاه عمودي على طوله، اي عموديا على اتجاه انتقال النبضه، لذا تسمى مستعرضه. تتحرك النبضه من اليسار الى اليمين، اهو من اليسار الى اليمين على طول السلك، بينما نلاحظ أن جزيئات السلك تتحرك لأعلى ولأسفل. الله، يعني ده موجة مستعرضة، هي شكلها دلوقتي نبضة يعني قمة أو قاع، يعني ده عمل فردي. العمل الفردي قمة بس أو قاع بس، اللي احنا شايفينها دلوقتي ده دي قمة بس، تتحرك من اليسار إلى اليمين على طول السلك، بينما نلاحظ ان جزيئات السلك هتتحرك لاعلى ولاسفل، والكلام ده هيكون في اتجاه عمودي على اتجاه انتقال النبضه، وعشان كده دي اسمها مستعرضه. يبقى تاني، النبضه اضطراب فردي لا يتكرر، يعني انا بمسك الحبل اروح عامله مره واحده كده ومشي، دي اسمها ايه بقى؟ نبضه. اسمها ايه؟ نبضه. النبضه يعني اللي هي السنجل فايبريشن، سواء كانت بيك او فالي، سواء كانت قمه او قاع. طبعا زي ما احنا شايفين النبضه اللي قدامنا ديت عباره عن نبضه قمه، وممكن تبقى نبضه قاع، ممكن تبقى النبضه برضو نبضه قاع. يعني نبضه القاع ديت نقدر نعملها ازاي او نقدر نشوفها ازاي؟ لو احنا دلوقتي قلبنا الشكل ده بالظبط كده راسا على عقب، يعني ده خلينا المنظر اللي حضراتكم شايفينه انا بشاور عليه بالماوس ده قلبناه خليناه هو ناحيه تحت،
وبعدين بدأنا نهز ايه في الاتجاه العكسي، هيبقى في نبضة قاع ومش هيبقى في نبضة قمة. تعالوا لموضوع مهم وهو اتجاه حركة جزيء من جزيئات الوسط. كتاب المدرسة فصل في الموضوع تفصيل، وأنا حبيت إن أنا أضيف حتة صغيرة يعني كنوع من التفصيل في الأمر علشان حبايبنا يعرفوا الأسئلة اللي من النوعية دي وممكن تيجي وتيجي إزاي والوضع هيبقى إزاي. بصوا يا حبايب، يعني كلكم عارفين إن لما كنا بندرس السيمبل بندوليوم أو البندول البسيط كان فيه إيه؟ دلوقتي البندول البسيط عنده سكر أو كرة تتحرك يمينا ويسارا على جانبي موضع سكون، دي مفيش فيها مشاكل. حلو، حتى انت لو مسكت حجر وقذفته لأعلى هيتحرك وسرعته هتتناقص تدريجيا لغاية أعلى مكان، هينعكس الاتجاه السرعة وينزل لأسفل. يبقى كده من الواضح لدينا أن عند أقصى ارتفاع بتنعدم السرعة أثناء وصول الثقل البندول لأبعد مكان اللي هو أقصى إزاحة اللي هو ساعة الاهتزازة، بتنعدم السرعة عند أقصى إزاحة وبيبدأ يعكس اتجاهه ويرجع. طب هل أثناء مروره بموضع سكونه الاتجاه؟ طبعا لا، يبقى لما بيمر بموضع سكون لحظي بيغير الاتجاه بتبقى السرعة هناك صفر، لما بيمر بموضع سكون أصلي بتبقى السرعة أقصى ما يمكن وبيغيرش فيها الاتجاه. حلو أوي. دلوقتي أنا ماسك الحبل وبهزه لأعلى ولأسفل، خلينا نتفق كده على إني لو بدأت من أعلى يبقى لازم أحرك إيدي الأسفل علشان خاطر تتحرك جزيئات الحبل، لأن أنا إيدي فوق مش معقولة هطلعها زيادة أعلى من القمة، لا ده يبقى أنا لو بادئ من أعلى يبقى أنا هتحرك لفين؟ ناحية تحت. وطالما اتحركت ناحية تحت يبقى كل الجزيئات التالية لإيدي هتتحرك هي كمان لأسفل. بس خلي بالك أنا راسم لك السهم الأولاني السرعة كبيرة، وبتقعد السرعة تقل 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 لغاية ما توصل لمين؟ لأقصى إزاحة اللي هي أقصى ساعة الموجة اللي هي ساعة الموجة، وعندها السرعة بصفر. ولما نوصل للسرعة بصفر نبدأ نعكس الاتجاه وتزداد السرعة تدريجيا حتى تصل لأقصى ما يكون عند موضع السكون الأصلي، ثم تقل تدريجيا لغاية القاع، وبعدين تعكس الاتجاه هناك، وبعدين تزداد تدريجيا حتى تصل لأقصى قيمة. يبقى هو لو جاب لي الحبل بأي شكل من الأشكال وقال لي ببساطة أنا عايزك تحدد لي اتجاه حركة نقطة معينة، أنا بقى خليني إيه ناصح كده، إذا بدأت من فوق يبقى الجزء اللي ملاصق لإيدي على طول هينزل لأسفل، وبعدين وصلت للقمة هعكس الاتجاه، وبعدين عديت هنا ده كله نفس الاتجاه لأعلى، وصلت للقاع هعكس الاتجاه يبقى لأسفل، وصلت للقمة هعكس الاتجاه يبقى ده كله لأعلى، وصلت للقاع هعكس الاتجاه يبقى لأسفل، وهكذا مفيش لخبطة مفيش أي مشكلة. نرجع لكتاب المدرسة باستمرار يا جماعة، أنا كل اللي زودته بس على رسم كتاب المدرسة، كتاب المدرسة عامل الأسهم كلها قد بعضها، وأنا حاولت أصوب الرسم بحيث إن الأنيميشن اللي موجود فيزياء بالحاسب مطلع لنا الأشكال دي، وطبعا واضح إن السرعة هنا بتكون أكبر ما يمكن أثناء مرور الجسم موضع سكونه. الجزيء لما يمر بموضع سكون اللي هو موضع السكون الاصلي بيبقى سرعته اكبر حاجه، عشان كده بس عاملين المتجه السرعه كبير. طبعا كل ما اتجهنا ناحيه قمه او ناحيه قاع على طول الايه السرعه بتقل. طيب افرض بدانا من اسفل، حاضر تعال نشوف، شوف رسمها لك بدقه ازاي، يا ريت الناس كلها تحتفظ بالصورتين دول لاني هيحلوا مشاكل كبيره في بعض القراءات وكده للناس اللي عايزه تبحث. احنا بحثنا وجبنا لكم الاشكال، الاشكال زي ما انتم شايفين. يعني ايدينا نشوف بقى الحبل اصلا اسفل، انا اتجاه ايدي هيكون ناحيه ايه؟ ناحيه اعلى. طيب
وبالتالي الجزيء اللي جنبها يبقى انت شوف انت هتبدا منين. لو هتبدا من اعلى يبقى الاتجاه بتاعي نحو الاسفل، لو هتبدا من اسفل يبقى الاتجاه بتاعي نحو الاعلى. حلو، وصلنا القاع، نغير اتجاهنا، تزداد السرعة، تتناقص السرعة، وصلنا القمة، اعكس اتجاهك، وصلنا القاع، اعكس اتجاهك، وصلنا القمة، اعكس اتجاهك، وهكذا، بس مع مراعاة السرعة. يعني دايما بتبقى عند موضع السكون الأصلي بتبقى كبيرة، تتناقص تدريجيا، وبعدين تعكس الاتجاه وتبدأ تزداد تدريجيا لغاية ما توصل لأقصى حاجة، وبعدين تتناقص تدريجيا، وبعدين تزداد تدريجيا لغاية ما توصل لأعلى حاجة، وبعدين تتناقص تدريجيا لغاية ما تنعدم، وبعدين تزداد تدريجيا لغاية ما توصل لأقصى حاجة. طبعا ما فيش واحد بيقول له يا أستاذ طب اتجاه الحركة عند القمة إيه؟ يا جماعة عند القمة ده أقصى إزاحة لجزيئات الوسط في الاتجاه الموجب، أقصى إزاحة عند السرعة بصفر. يعني جسم ساكن، بس ساكن سكون إيه؟ سكون لحظي. طب طالما جسم ساكن أقول له حدد لي اتجاه الحركة أو اتجاه السرعة؟ طبعا لأ، لأنه ما بيتحركش عشان أجيب اتجاه الحركة، وهكذا. فلازم أكون عارف. لو بصينا على الصورتين، أنا حبيت إن أنا يعني أحط لكم الصورتين تحت بعض بحيث إن تحصل المقارنة وتعرف. والحتة ديت يعني يا ريت الصورتين دولت يعني يتحطوا في الكتاب مكان الصورتين اللي موجودين في الكتاب، لأن في الكتاب صورة واحدة، وحتى الصورتين التانيين يعني إيه الأسهم طول بعضها، والأسهم برضو قريبة من بعضها، احنا هنا مفصلينها التفصيل بحيث إن ما يكونش فيه أي لبس في الموضوع. هيجيب لك نقطة عند أي حتة في الحبل، ولتكن مثلا النقطة دي، ويكتب عليها دي بوينت معين بي، ويقول لك حدد لي اتجاه الحركة لأعلى الأسفل يمين يسار. طبعا بما إن الموجة دي مستعرضة يبقى الاتجاه يا إما الأعلى يا إما الأسفل، بس خلي بالك لو بدأت من أعلى يبقى اتجاه الجزيء ده الأسفل، عند القمة هنعكس الاتجاه بقينا الأعلى، عند القاع هنعكس الاتجاه بقينا الأسفل، عند القمة هنعكس الاتجاه بقينا الأعلى، عند القاع هنعكس يبقى الأسفل. هنا بدأنا من أسفل يبقى الاتجاه لفوق، وصلنا للقاع يبقى هنعكس الاتجاه يبقى الأسفل، وصلنا للقمة هنعكس الاتجاه يبقى الأعلى، وصلنا للقاع يبقى الأسفل، وصلنا للقمة يبقى الأعلى باستمرار. لاحظوا بس إن الأسهم بتبقى طويلة عند مواضع السكون الأصلية وقصيرة على جانبي موضع السكون، وتنعدم عند القمم والقيعان. يا ريت الموضوع يكون ادفع. ايه بقى الموجات المستعرضه؟ هي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول موضع اتزانها في اتجاه الموجة على اتجاه انتشار الموجه، وتتكون من قمم وقيعان. في ملحوظه كده لازم تعرفوها، المصدر المهتز يبذل شغلا على الوتر اللي هو السفر اللي احنا كنا معلقينه ده، او الحجر اللي كان احنا رميناه، او اي ايدي لو انا هزيتها لاعلى ولا اسفل اصبحت ايدي هي مصدر الاهتزاز. هذا الشغل ينتقل على طول الوتر على هيئه طاقه وضع وطاقه حركه، اللي هم مجموعهم اسمه الطاقه الميكانيكيه، ومنها جاء اسم الموجات انها موجات ميكانيكيه، على طاقه وضع وطاقه حركه في جزيئاته اثناء صعود حركتها صعودا وهبوطا. ما احنا عارفين ان اثناء صعود الجزيء لاعلى بتتحول طاقه الحركه الى طاقه وضع حتى تصل الى اقصى قيمه، تبقى الطاقه كلها طاقه وضع، ثم اثناء الهبوط تتحول طاقه الوضع الى طاقه حركه تدريجيا، وعند اي نقطه مجموع طاقتي الوضع والحركه يسمى بالطاقه الميكانيكيه، وده قيمه ثابته يعني حسب قانون حفظ الطاقه. وهذا يفسر ان الموجه اضطراب ينتقل ويقوم بنقل الطاقه في اتجاه انتشارها، يشوف الموجه هتنتشر فين وهذا الاضطراب ينتقل في نفس الاتجاه. تعالوا مع بعض كده نعرج على الموجات. الشكل اللي حضراتكم شايفينه هو عباره عن سطح افقي املس ومعايا ملفين زنبركيين زي ما انتم شايفين. في ثقل مربوط في ملفين زنبركيين من على جانبين. الجانب الايسر ده في ملف زنبركي، الطرف الثاني مسبب في حائط راسي. واما الملف الزنبركي الايمن فده حر الحركه، يعني ايه؟ طرف بس مثبت والثاني لا.
نأتي بكتلة إم فوق سطح أملس مثبتة من أحد طرفيها في زنبرك، F الزنبركي ده، والطرف الآخر في زنبرك طويل مثبت عند طرفه البعيد في طرف في حائط رأس. يعني أنا أتذكر عندي هنا كتلة، الكتلة ديت متثبت فيها ملف زنبرجي وطرفه الثاني في الحائط. إذا حركنا الكتلة إيه؟ طبعًا هي طبعًا متثبت فيها ملفين زنبرجيين، بس واحد منهم متثبت في الحائط والثاني مش متثبت، حر الحركة. إذا حركنا الكتلة إم جهة اليمين في اتجاه محور الزنبرك، يعني في اتجاه اليمين اكس بتساوي ايه؟ فإن جزء من الزنبرك على جهة على اليمين ضغط اللي احنا شايفينه في الصورة رقم 2. يعني أنا هنا هو عند موضع السكون رحت ساحبه بس يمين ساحبة كده، طبيعي إن في أدي جزئين 2 3 4 حصل لهم تقارب، تمام؟ فإن جزء من الزنبرك على اليمين ينضغط، وهذا التضاغط او الكونفرجن، ما عندنا التضاغط يعني كومبريس او كونفرجن فبننظره بالرمز السياحي، يؤثر بقوه على الزنبرك جهه اليمين، ويعمل ذلك على ضغط حلقاته بصوره متتابعه، وبكده ينتقل التضاغط تباعا جهه اليمين. الله، تعالى كده نشوف. يبقى الطرف اللي احنا شايفينه ده اللي انت شايفه الطويل ده اهو، الحلقات ديت اول ما انا سحبتها بص بقى عملت ايه؟ راحت منضغطه. بعدين الملف الزنبرك السكل نفسه لما جه يرجع جهه اليسار زي ما انت شايف الاضطراب اهو انتقل، بقى اصبح عندي حته واسعه وحته ضيقه. الحته الواسعه دي بيسموها الخلخل، والحته الضيقه دي اسمها تضارب. هذا التضارب انتقل اهو زي ما احنا شايفين، كان موجود هنا اهو في الصوره رقم 2، كان موجود جنب الكتله، بقى موجود بعيد عنها بشويه، بقى بعيد عنها بشويتين، بقى بعيد عنها خالص، لانه هيستمر ايه في الحركه بصوره متتابعه، يعني الطاقه هتنتقل بشكل متتابع من جزء للجزء اللي جنبه للجزء اللي جنبه وهكذا. طيب إذا حركنا الكتلة جهة الموضع إكس بتساوي سالب إيه، يعني عملنا العكس، فإن الزنبرك على يمين الكتلة يستطيل وتتباعد حلقاته وتعمل التخلخل. حتى لو إحنا في الصورة اللي إحنا معانا ديت أهو اتحرك جهة الإيه؟ جهة اليمين في الصورة رقم 4. أدي الصورة الأصلية 1 2 3 4. زي ما انت شايف ده تباعدت الحلقات فعملت الايه؟ التخلخل. اذا حركنا الكتله ام الى موضع اكس بيساوي ايه، او اذا سبناها هي هتتحرك لوحدها، لان من المفترض ان طالما السطح املس يبقى الحركه هتكون على جانبي موضع سكونه يمينا ويسارا، وهو رايح يمين هيعمل التضاغط وهيسري على طول الحبل، وهو راجع يسار هيعمل التخلخل، وبعدين هتسري نبضة من نبضات من التضغطات والتخلخلات. وفي النهاية تمثل هذه المجموعة من التضغطات والتخلخلات موجة ناشئة عن تذبذب جزيئات وسط الزنبرك في حركة توافقية بسيطة. انت عمال تقول لنا حركة توافقية بسيطة اسمها الـ SHM او Simple Harmonic Motion. ايه الحركة التوافقية البسيطة دي؟ ايه معناها؟ بص يا ناس، بص يا اخوان، في حركة بسيطة وفي حركة معقدة. الحركة البسيطة اللي بيكون فيها الجزيء بيهتز على جانبي موضع سكونه محدثا نفس سعة الاهتزاز، ودي يعمل ذبذبات اللي هي بنسميها تتحرك حركة توافقية بسيطة. إنما يعني مثلا خلينا نفتكر مثال كنا خدناه في أيام الملف الزنبور البندول البسيط الشكر الحاجات المهتزة. ببساطة شديدة، لو أنا معايا طفل على أرجوحة ودفعته وتركته، زي ما احنا عارفين ان نتيجة ان انا دفعته وتركته
هيبدأ يهتز على جانبي موضع سكونه، بس هتبدأ ساعة الاهتزاز تتناقص تدريجيا 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 حتى تنعدم. الذبذبات اللي حصلت ديت والاهتزازات اللي حصلت ديت اسمها ذبذبات مضمحلة أو اهتزازات مضمحلة، لأن هيحصل إن ساعة الموجة أو ساعة الاهتزاز اللي عندي هتتناقص تدريجيا حتى تنعدم بسبب وجود أي قوة معيقة، أي قوة هتحاول توقف ده. طب عايز تستمر، يعني مثلا بندور لساعة الحائط، لماذا يستمر محدثا نفس ساعة الاهتزاز باستمرار؟ لأنه في مصدر خارجي بيمده بالقوة ضد هذه القوة المعيقة، لا حجر البطارية في الساعة. فلو الأم واقفة جنب الابن وبتدفعه بنفس القوة باستمرار هيهتز على جانبي موضع سكونه محدثا نفس السعة، وبالتالي هتستمر الحركة. فيجب تزويد بعض الحركات الاهتزازية اللي بيقابلها قوة معيقة بتنقص من حركتها وبتعمل لها اضمحلال، فبتقل تدريجيا السعة بتاعت الاهتزازة. كذلك هنا خلي بالك، لو انا وصلت النقاط اللي هي من النقطه دي اللي انا مشاور عليها بالسهم لدي 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 هيعمل لي الساين ويف المشهور اللي هو بيميز اصلا الحركه التوافقيه البسيطه. هنلاقي ان المسافه ديت اللي اقصى ازاحها هنا قد اقصى ازاحها هنا، وتتكرر هذه الحركه باستمرار. يبقى احنا المفترض ان الذبذبات اللي احنا بندرسها ذبذبات اس اتش ام، يعني ذبذبات في حركه توافقيه بسيطه مش في الحركات المضمحله. فينتبه للجزئيه دي، ولكن اتجاه انتشار الموجه اللي هو موجه التوترات التكهلات هو نفسه اتجاه انتقال الاضطراب، والموجه اللي عندنا ديت اسمها موجه طوليه عشان تنتقل التضغطات والتكهلات على طول السنتر. فنكون منتبهين ليها جيدا. ملاحظة هام، المصدر المتذبذب الذي يصنع حركة أفقية بسيطة يمكن أن يولد موجة تنتشر بسرعة فيه، حيث يقوم كل جزء من الوسط بدوره بحركة أفقية بسيطة. يبقى خلي بالك، هو علشان خاطر الموجة اللي عندي تعمل لي حركة أفقية بسيطة لازم المصدر نفسه يعمل حركة أفقية بسيطة، تمام؟ لأن الطاقة اللي هيعملها المصدر هتنتقل لكل جزيء من جزيئات الوسط. ومثال على ذلك موجات الصوت اللي بتنتشر في الهواء، ودي طبعا موجات طوليه ميكانيكيه طوليه زي ما اتفقنا الحصه الماضيه. يبقى ايه هي الموجات الطوليه؟ هي الموجات التي تهتز فيها جزيئات الوسط حول مواضع اتزانها على نفس خط اتجاه انتشار الموجه، يعني في اتجاه موازي، يعني في اتجاه بيعمل لي 90 درجة، في اتجاه بيعمل لي 0 درجة، في نفس الاتجاه يعني موازي يعني بيعمل 0 درجة. وهي تتكون من تضاغطات وتخلخلات. طب ما فيش أمثلة أخرى؟ لا، ده موجة الصوت اللي بتنتشر في الهواء موجة طولية. وكما نرى فإنه عندما يهتز المصدر تهتز جزيئات الوسط المحيط بنفس الكيفيه. الحكايه دي شفناها في الموجه المستعرضه وشفناها كمان في الموجه الطوليه، يعني لما الوتر اهتز لاعلى ولاسفل اهتز نتيجه ان المصدر نفسه كان بيهتز لاعلى ولاسفل على جانبي موضع سكونه، وما فعله المصدر المهتز انتقل الى كل جزء وكل جزيء من جزيئات الوسط من جزيئات الحبل. إذ ينتقل الاهتزاز أولا من المصدر إلى جزيئات الوسط المجاورة له أو المتصلة به، ومنها إلى جزيئات الوسط التي تليها، وهكذا ينتشر هذا الاهتزاز في الوسط على هيئة حركة موجية. يبقى كده الموجة ما هي إلا اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في اتجاه انتشار. تعال نرجع للجزئية اللي احنا كنا بنقول عليها الموجة المرتحلة. الموجة المرتحلة ترافلينج ويف، الموجة المسافرة، هي موجة تنتشر في شكل نبضة على طول وتر مشدود أو على امتداد ملف زنبرتي. ما هي النبضة دي ممكن تبقى نبضة تضاغط أو نبضة تخلخل، وعند استمرار حدوث الحركة التوافقية البسيطة عند أحد طرفي الوتر في اتجاه عمودي عليه
يتكون قطار من الموجات المرتحلة المستعرضة. كذلك بالنسبة للملف الزنبرجي، عند استمرار حدوث الحركة التوافقية البسيطة عند أحد طرفيه في اتجاه محوره، يتكون قطار من الموجات المرتحلة الطولية. بصوا يا جماعة، أنا عايز أقول كلمة عشان القول الفصل في موضوع الموجات المرتحلة. جميع الموجات الحادثة والتي تسري في اتجاه واحد هي موجات مرتحلة، ترافلينج ويف، سواء كان ذلك اضطراب فردي تمام او حتى اضطراب زوجي. يعني هو احنا قلنا الموجه اللي بتهتز على شكل نبضه هي موجه مرتحله، بس لم نستثني من ذلك الموجه اللي هتهتز لاعلى ولا اسفل يعني على شكل قمه وقاع، برضه هي موجات مرتحله. امال ايه بقى نقيض الموجه المرتحله؟ نقيض الموجه المرتحله الموجه الساكنه، الموجه الموقوفه، وديت مش علينا بالدراسه لكن ناخد عنها فكره بسيطه جدا، فكره بسيطه جدا للطلاب اللي عايزه تستزيد على اساس يعرفوا الفرق وبضدها تعرف الاشياء. فمثلا لو انا عندي وتر بهزه، الوتر ده بيتهز لاعلى ولاسفل، فبيعمل منطقه في النص كده اللي هي بنسميها احنا البطن، وعلى الطرفين بيعمل لي حاجه اسمها العقده. ليه؟ لان في موجه راحت وفي موجه انعكست. مثل هذه الموجات اللي عباره عن حبل بيهتز في المكان وعنده موجه ساقطه وموجه منعكسه، دي اسمها موجات موقوفه، بتبدا بعقده وتنتهي بعقده، او تبدا بعقده وتنتهي ببار لمن اراد ان يستزيد. يبقى احنا عندنا في الاصل خالص ان الموجات في منها حسب كونها منعكسه او في اتجاه واحد موجات مسافره، ودي اللي بتمشي في اتجاه واحد ما عندهاش موجات منعكسه، وموجات بتمشي في اتجاهين يعني موجه ساقطه والتانيه منعكسه، ودي اسمها موجات موقوفه او ساكنه. فعلشان خاطر يبقى فصل في الامر، علشان بعض الناس دايما تسال هي الموجه المرتحله اضطراب فردي ولا تصح ان تكون اضطراب زوجي؟ يعني ما يعني اضطراب فردي يعني نبضه قمه بس؟ لا، نبضه القمه موجه عادي، وهي احد انواع الموجه المرتحله. وحتى لو انا عملت قطار من الموجات هي قطار من الموجات المرتحله، ولو عملت قمم مكيعان وانتشروا باستمرار في اتجاه واحد برضه هي موجه مرتحله. لكن اذا كان الطرف الاخر مثبت في حبل وانعكست الموجه ورجعت في الاتجاه الاخر، واصبح عندي مناطق اللي هي النود والانتي نود اللي هي بنسميها البطور والعقد، ديت هي مش مكرره علينا، كانت موجوده في المنهج القديم وكنا بندرسها بالتفصيل، ولها تجربه مشهوره اسمها تجربه ميلدي للي عاوز يدخل على الانترنت ويبحث وهيلاقي الايه الكلام الشافي والتجربه العمليه على جهاز السونومتر وتجربه ميلدي. نحط اخر اربع مفاهيم توصلنا لهم في هذه الحلقه. القمه هي موضع من الموجه المستعرضه وليست الطوليه، يعني الموجه الطوليه كان فيها تضغطات وتخلخلات، انما دي القمه هي موضع من الموجه المستعرضه، تكون عندها الازاحه نهايه عظمى في اتجاه الموجه، وتصبح عندها سرعه الجسم منعدمه، وده اللي احنا شفناه في موضوع اتجاه الحركه. القاع هو موضع من الموجه المستعرضه، تكون عندها الازاحه نهايه عظمى في الاتجاه السالب، وتصبح عندها سرعه الجسم منعدمه. يبقى تنعدم سرعه الجسم عند كل من القمه والقاع. عشان كده لو تفتكروا الرسمه كنا حاطين الاسهم عندها صفر يعني ما فيش سهم، انما قبلها وبعدها كان في اسهم، وكانت الاسهم دي قصيره لان السرعه بتبدا تتناقص تدريجيا. يبقى القمه هي موضع من الموجه المستعرضه، تكون عندها الازاحه نهايه عظمى في اتجاه الموجه، برضه ده موضع من الموجه المستعرضه بتبقى اللي هو القاع. يبقى لازم نفرق بين القمه اللي هي البيك والقاع اللي هو الفلي، وهو موضع من
الموجة المستعرضة تكون عندها الإزاحة نهاية عظمى في الاتجاه السالب، وتصبح عندها سرعة الجسم منعدمة. طيب ما هو الايه التضاغط والتخلل؟ تعال على الكونفرجن اللي هو التضاغط، هو موضع من الموجة الطولية. شوف يعني أنا بدأت أول حاجة في التعريف أعرفك إيه؟ أقول لك ده موضع منين؟ من الموجة المستعرضة ولا موضع من الموجة الطولية؟ تمام؟ في بس حتة كنا يعني عايزين نركز عليها، هنقولها بعد ما نقول التعريف. تتقارب فيه جزيئات الوسط إلى أقصى اقتراب ممكن، إنما التخلخل موضع من الموجة الطولية تتباعد فيه الجزيئات الوسط إلى أقصى ابتعاد ممكن. بصوا يا جماعة، القمة نقطة، القمة نقطة، يعني أجي أعلم عليها بالقلم في الموجة وأقول دي القمة، والقاع نقطة. أما التضاغط فهو موضع قطاع حتة جزء ماشي، فيبقى فيه أقصى تقارب اللي هو مركز التضاغط، ويبدأ بقى يبقى فيه زي برضو ما كنا بناخد في الموجة وسرعة الجزيئات وكذا، برضو هينطبق الكلام، لأن دي حركة تفقية ودي حركة أفقية. يلا نختم كلامنا بالموجات المستعرضة والموجات الطولية كنوع من المقارنة. الموجات المستعرضة هتهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة، انما ديت هتهتز فيها جزيئات الوسط في نفس خط اتجاه انتشار الموجة. دي قمة موقعان، دي تضاغط خلخلات. ايه التشابه اللي بينهم؟ في كل منهما تحتاج بالضرورة إلى وسط مادي. حد فيكم مش عارف إن الموجات الميكانيكية المستعرضة والموجات الميكانيكية الطولية كده كده محتاجين لوسط مادي؟ طبعا محتاجين لوسط مادي. تهتز فيها جزيئات الوسط على جانبي موضع الاتزان لمسافات قصيرة دون أن تنتقل من مكانها. الكلام ده موجود هنا وهنا، وذلك على نفس خط انتشار الموجات في الذاكرة الطولية، وعلى عموديا على خط انتشار الموجات إذا كانت موجات مستعرضة. يا إخوانا، إحنا اديناكم في الحصة دي مقارنة ما بين الموجات الطولية والموجات المستعرضة. كلام زي ما أنتم شايفين أغلبه يحتاج إلى فهم متعمق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.